النهارده كمان ذكرى وفاه الشيخ زكريا احمد احد اعلام الموسيقى العربيه. لحن اكثر من 1000 اغنيه تقريبا خلال مشواره الفني، وتعاون مع كبار المطربين زي طبعا كوكب الشرق السيده ام كلثوم. زي ما انت قلت كده، هو لحن لام كلثوم عدد كبير من الاغاني، كمنها انا في انتظارك، الاوله في الغرام، الورد جميل، وغني لي شويه شويه، وكان اخر لحن لحنه ليها قبل وفاته هو صحيح الهوى غلاب. تحل اليوم ذكرى وفاة الموسيقار زكريا أحمد، شيخ الملحنين وزعيم المنشدين وأحد أعلام الموسيقى العربية. وعلى الرغم من فراقه الحياة، إلا أنه لا يزال حاضراً بقوة في أعماله التي قدمها عبر رحلته الفنية. ومع ظهور أول فيلم غنائي عام 1932، لحن زكريا أحمد أغنياته وذاع صيت موسيقاه، خصوصاً مع الألحان البدوية التي منحته شهرة في البلاد العربية. ولد الشيخ زكريا أحمد في عام 1896، وكان والده أحمد حسن حافظاً للقرآن الكريم ويحب سماع التواشيح، وهو ما أكسب زكريا أحمد الحس الموسيقي منذ طفولته. أما والدته فكانت من أصول تركية وتجيد الغناء التركي، وقرر والده أن يلحق ابنه بالأزهر، وكان ذلك سبباً في أن يتحول أحمد إلى قارئ ومنشد، واكتسب من خلاله لقب الشيخ، حيث كان يرتدي وقتها العمامة الخاصة بالمشايخ، لكن شغفه وانجذابه كان للموسيقى. كما حرص على حضور وسماع عبد الحمولي والشيخ سلام حجازي، وقرر أن يدرس الموسيقى مع الشيخ درويش الحريري الذي ألحقه ببطانة الشيخ علي محمود وقتها لأداء التواشيح الدينية. وكان متأثراً بشكل كبير بسيد درويش الذي التقى به في بدايته وأحب المسرح الغنائي من خلاله. لحن الموسيقار زكريا أحمد 1075 أغنية خلال مشواره، وحمل الراية بعد وفاة درويش فلحن لفرقة علي الكسار ونجيب الريحاني وزكي عكاشة ومنيرة المهدية. قدم ما يقرب من 500 لحن في 65 مسرحية خلال رحلته الفنية. وامتدت علاقته بأم كلثوم لما يقرب من 30 عاماً منذ أن استمع لها أول مرة في قرية السنبلاوين، وكان له الفضل في إقناع والدها وشقيقها بضرورة الانتقال إلى القاهرة من أجل تقديم حفلات غنائية. الأولى في الغرام والحب شغفوني، لحن الأم كلثوم عدة روائع من بينها أنا في انتظارك، الأولى في الغرام، الورد جميل، وغني لي شوي شوي، وكان آخرها هو صحيح الهوى غلاب قبل وفاته بأشهر. الورد جميل والورق عليها دليل من الأشواق. قدم زكريا أحمد الموسيقى التصويرية للعديد من أفلام الثلاثينيات والأربعينيات، وتوفي متأثراً بذبحة صدرية وهو في منزله يوم 14 من فبراير عام 1961. دايما عندنا في مصر كده حاجه بنقولها لما حد بيتوفى وتعيد ذكراه مره تانية، يقول لك ايه تعيش وتفتكر. يعني ما ينفعش ان احنا في يوم واحد يبقى عندنا ذكرى وفاه طبعا النقشبندي او سيد الملحنين ويعدي كده اليوم من غير ما نفتكرهم، وبيمثل لينا كمان ثقل القوه الناعمه المصريه. شوف قد ايه كانوا ناس مؤثره، كانوا لازالوا لغايه النهارده. يوم واحد يمكن احنا بنتكلم على اسمين كبار جدا يمكن توفوا وسابونا، لكن انا متاكده انه في نفس اليوم هتلاقي ناس كتيره كمان يمكن اتولدت وهتتولد من قوه مصر النعمه. ده حقيقي جدا.